الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة العالمين. أحبائي وأعزائي متابعين قناة رير ماشين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم مع بعض عن أسهل طريقة لتغيير عمود الإبرة الواحد. ده عمود إبرة معانا إحنا هنغيره. طب هنغيره ليه؟ وهنغير المكنس الإبرة الواحدة اللي معانا ديت. السبب إيه عشان نغير عمود الإبرة؟ خليكم معايا كده واحدة واحدة إحنا نعرف السبب إيه. المكنة اللي معايا ديت شغالة، مفيش فيها مشكلة خالص، وهجربها قدامكم أهوت وهتشوفوا وتعرفوا إنها شغالة. شغالة زي ما انتم شايفين كده، وشايفين الغرزة بتاعتها حلوة ازاي وكويسة وكل حاجة زي ما انتم شايفين. شايفين المكنة الغرزة بتاعتها كويسة وشغالة، مفيش أي مشكلة خالص خالص خالص. طب أنا هغير عمود الإبرة اللي بقى ومفيش مشكلة. بصوا معايا هنا، شايفين عمود الإبرة هنا المسمار راكب فيه عامل ازاي؟ شايفين المسمار طوله قد ايه؟ المسمار بتاع عمود الإبرة طوله قد ايه؟ طبعا ده كده غلط، ده كده غلط. شايفين المسمار بتاع عمود الإبرة هنا قد ايه؟ ده هنا قد كده، انما هنا اللي راكب ده كبير. طبعا هو الجسم بتاع المسمار من هنا بتاع العمود، الجسم بتاع العمود نفسه باظ، فعشان كده جابوا مسمار كبير شويه وركبوه. لكن كده غلط، الموضوع ده كده غلط. عشان كده احنا هنغير ايه؟ هنغير عمود الابره. طبعا انا عملت لكم قبل كده كذا فيديو عن تغيير عمود الابره، ازاي تغير عمود ابره، ازاي تغير جلبه بتاعت العمود. لكن المكنه ديت اتوجدت قدامنا المشكله دي، شفتها النهارده، شفت المسمار ده، فقلت لا، بعد الشغل، بعد ما اخلص شغلي ان شاء الله نغير عمود الابره. الفيديو ده مهم جدا يا جماعه لكل الناس اللي شغاله في ملابس الجاهزه وفي مصانع ملابس الجاهزه. شغال في مصنع ملابس جاهزه، عندك مشكله زي ديت ما تسيبهاش، ما استناش عليها، خلص شغلك بتاع اليوم والخياط اللي قاعد على المكنه خلص انتاجه، وانت بعد الشغل بعد الساعه 3:30 تقوم اخد المكنه ومغير لها العمود. بتجهز العمود زي ما انا جهزته كده، العمود الجديد بتجهزه معاك وتجهز الحاجه اللي هتشتغل بيها. الخياط خلص انتاجه وتسحب المكنه بتاعتك على الورشه او في الخط، زي ما هي موجوده، وتقوم بقى مغيره. لكن لو انت المكنه دي موجوده في ورشه ومش مقصره، خلاص تسيبها لغايه ما يحصل فيها مشكله. لو موجوده في بيت ومش مقصر المسمار ده، نسيبه لغايه ما يحصل مشكله فيه، خلاص تمام. دلوقتي احنا هنغير مع بعض واحده واحده. اول حاجه بنفك الايه؟ بنفك الابره بتاعتنا اللي راكبه زي ما انتم شايفين كده. بعد ما فكنا المسمار هنفك الابره بتاعتنا كده، فكنا المسمار وفكنا الابره، هنجيبهم على جنب. انا عايز اغير العمود. زي ما انتم شايفين كده ان المكنه بتاعتي كانت شغاله معايا، مفيش منها اي مشكله خالص. طب نغير العمود ازاي بقى؟ ده الكلام المهم اللي عايزكم ايه، ده الكلام المهم اللي عايزكم تشوفوه. شوفوا معايا الفيديو وركزوا في اللي انا هعمله. دي طريقه سهله جدا جدا لتغيير عمود الابره، اي حد ممكن يغيره. اي حد بالطريقه ديت وعنده المشكله ديت، يكون المكنه بتاعته شغاله كده، يغير عمود الابره سهل خالص خالص خالص. بس في الاول يا جماعه اللي مش مشترك معايا في القناه وبيتفرج على الفيديو، يا ريت تشترك، ويا ريت الفيديو تشيروه واشوف اللايكات بتاعتكم، سواء لايك او ديسلايك مش مشكله، بس التعليق بتاعكم يوضح لي. يعني عايزكم تعلقوا لي توضحوا لي، ولو محتاجين اي حاجه انا هعملها لكم. في حاجه ثانيه، ان انا ان شاء الله هعمل مجموعه فيديوهات عن المقص بتاع المكنه الابره الواحده بالكمبيوتر، لان الطلب مني كتير. فانا باذن الله هعمل مجموعه فيديوهات وهنزله كل يوم او كل اسبوع فيديو ليه باذن الله. هنلم مع بعض المقص بتاع المكنه الابره الواحده مشاكله كلها. خلينا دلوقتي في العمود. انا هنزل عمود الابره تحت خالص خالص، هنزل عمود الابره تحت. شايفين عمود الابره الشرطتين باينين، ونص الشرطه اللي فوق، يعني شرطتين ونص. هعرف المسافه بتاعتي ده قد ايه، بعد الشرطه الثانيه هعرف المسافه قد ايه عشان اقدر اركب عمود الابره بتاعي. تمام، يبقى انا كده عرفت المسافه. الجزء ده انا هشتاله، فكات دي وعينها عشان هركبها تاني. طبعا ركزوا معايا، انا عرفت عمود ده، الفيديو كله على الحته ديت. هعرف المسافه بتاعت عمود الابره دي قد ايه عند الشرطتين اهمت. هاخد فوق الشرطه الثانيه ديت، هعرفه كده بالنظر عشان لما اركب عمود الابره. طبعا انا طلعت زي ما انتم شايفين كده، بقوم منزل ديت تحت اكني بنزل عمود الابره تحت. بعد ما افكها بعدين اقوم رابط سنه صغيره واقوم رافع تاني لفوق اهو، شايفين؟ بعدين افك ده تاني كده واطلع العمود زي ما انتم شايفين كده، وهنطلع الايه العمود ده. العمود بتاعنا اللي كان راكب طلعناه، هنركب التاني بقى. هو هنا الشرط بتاعته ده، العمود ده فيه اربع شرط، العمود ده فيه اربع شرط. العمود ده جديد وفي شرطتين بس، في شرطتين بس. لكن كنا بننزل عمود تحت خالص،
كانت بتبقى الشرطه الثانيه دي باينه والنص بينهم، يعني الشرطه الثالثه ما بتكونش باينه، يبقى شرطتين ونص. طب احنا هنعمل ايه؟ احنا هنركب لغايه الشرطه الثانيه ديت ونقوم منزلين العمود شويه عشان يبقى شرطتين ونص برضو. طبعا هنفك الايه، هنفك المسمار زي ما انتم شايفين كده، وهنركب الايه، هنركب العمود. طبعا ليه اتجاهات يا جماعه؟ ليه اتجاهات؟ دي الفتحتين دول اللي هي المسمار بتاع الابره، في فتحه الوحيده هي والفتحتين دول، الفتحتين دول بيكون على ايدك اليمين عشان المسمار بتاع الابره، تمام؟ هجيبها على ايدي اليمين كده وهنركب مع بعض. زي ما فكينا زي ما هنركب بالظبط. هنقوم ايه رابطين ده المسمار بتاع العمود عشان انزل العمود تحت. شايفين؟ هرجع اقوم فك المسمار عشان الجزء ده يطلع فوق، اربط واقوم منزل العمود زي ما انتم شايفين كده، بحرك بايديا بنزل العمود، تمام؟ طيب نظبط بقى الاتجاه بتاعنا، نظبطه كده. انا ظبطت العمود على الاتجاه بتاعنا. انا قلت لكم الفتحه الواحده ديت بيكون على ايدك الشمال، الجنب التاني عشان مسمار الابره فتحتين بيكون على ايدنا الايه، على ايدنا اليمين. وبنظبط العمود بالظبط كده في السنتر بتاعه. بنيجي هنا نبص بقى عشان نشوف الشرط. ما انتم شايفين الشرطتين اهمت، هنقوم عاملين ايه؟ هننزل عمود سنه صغيره. هو العمود نازل زي ما انتم شايفين كده، زي ما انتم شايفين كده هو نازل برده بكده، شرطتين ونص. هنربط العمود على الوضع ده كده بالظبط، هربط العمود زي ما انتم شايفين كده اهو. بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده هنركب الجزء اللي انا فكيته ده، شايفين الجزء ده هنركبه. طبعا الاتجاهات هنركبه قبل ما نركب مسمار ابره، ان مسمار ابره بيركب بعد منه هنا كده. بعد كده نرجع نركب ايه؟ هنركب مسمار الابره بتاعنا. بعد كده هنركب الابره بتاعتنا. هنجرب المكنه بتاعتنا من غير ما نظبط اي حاجه خالص عشان نشوف عشان نشوف المكنه زي ما انا قلت لكم كده مظبوطه ولا مش مظبوطه. يعني كده انا خدت المقاس بتاع عمود الابره، بعد ما خدت مقاس عمود الابره فكيت عمود الابره وركبت عمود الابره الجديد وعملته على نفس المقاس بتاع عمود الابره القديم، لان المكنه معايا كانت شغاله. طبعا الموضوع ده ممكن ياخد في ايديا بس 5 دقايق ولا حاجه، يعني ممكن ياخد معايا 5 دقايق. انا هجرب كده زي ما انتم شايفين، هي الغرزه الاولانيه زي ما انتم شايفين اهي، ده الغرزه الاولانيه بتاعتنا اهي. هنجرب دلوقتي وهنشوف. طبعا انا مشيت المكنه بايديا عشان اطلع الفتله بتاع المكوك. قبل ما تشتغل لازم تحرك المكنه بايدك حركه كامله كده عشان تشوف هي هتخبط في حاجه ولا ما بتخبطش في حاجه. زي ما انتم شايفين المكنه شغاله اهي ومفيش فيها اي حاجه خالص. نفس الغرزه دي، الغرزه الاولانيه دي، الغرزه الثانيه بعد ما غيرنا العمود، مفيش اي مشكله خالص. يبقى دي الطريقه ديت اسهل طريقه تغير بها عمود. هقول لكم نظر بسرعه كده، قبل ما بتغير العمود بتشوف الارتفاع بتاع العمود، تنزل العمود تحت خالص وتشوف كام شرطه، على الشرطه الثانيه، على الشرطه الثالثه، 2.5، على شرطه 1، زي ما تشوف. تاخد دي لقطه شاشه معاك تصورها عشان تبقى عارف، وهتقوم جايب عمود ثاني وهتقوم مركبه. وانت بتركبه نفس المسافه بتاعت العمود الاولاني
تنزل عمود الابره تحت خالص وتعملها على نفس المسافه دي كده بالظبط، دي تاخد معاك انت 5 دقايق. انا ممكن اعملها بفضل الله في دقيقه واحده بس، هتاخد معاك 5 دقايق ولا حاجه. والموضوع ده سهل جدا يا جماعه، سهل جدا جدا. ده الفيديو بتاعنا، لو في اي حاجه اكتبوا لي في التعليقات وانا تحت امركم. هنوه تاني، انا عايز التعليقات بتاعتكم تكتبوها لي سواء بالايجاب او بالسلب. عايز الناس اللي بتتفرج على الفيديو تشيره، الناس اللي مش مشتركه يا ريت تشتركوا في القناه. دي طلبات مني ليكم، طلباتكم بقى تكتبوها لي في التعليقات وان شاء الله اعمل لكم اللي انتوا عايزينه. واقول لكم على حاجه تانية زي ما قلت لكم في الفيديو برضو، ان شاء الله باذن الله انا هعمل لكم مجموعه فيديوهات للمقص بتاع المكنه الابره الواحده الكمبيوتر، هجمع لكم فيها كل اعطاله باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.